السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد محمود عثمان من مجموعة مستخدمي جنو لينكس ولمدونة عالم جنو لينكس. نقدم هذا الشرح الحصري من هنا. أولا، التوزيع المستخدمة هي توزيعة تريسكال المبنية على أوبنتو 12.4 LTS Long Time Support أو طويلة الدعم. اليوم تم عمل شيء أود أن أشاركه معكم. قد يطول الفيديو بعض الشيء، ولكن فعلا الأمر يستحق. تم تثبيت عمل دمج بين واجهتين. الطريقة المتبعة يجب أن تكون كالتالي. طبعا التنفيذ على تريسكال كما قلت. تريسكال مبدئيا تأتي بمدير نوافذ كومبز مفعل افتراضيا. اوكي، اذا المطلوب منك ان تقوم بتثبيت اي واجهة اخرى مع الواجهة الافتراضية في تريسكال التي تكون بواجهة جنوم كلاسيك. طبعا الواجهة كما ترون هي البانل بأعلى، يمكن نقله بأسفل أو على اليمين أو اليسار كما تحب. التغيير في البانل لو أردت أن تغير به من سوبر وألت وكليك يمين ثم بروبرتايز خصائص وغير به كما تشاء من حجمه أو من وضعه أعلى أو أسفل. هذا ليس موضوعنا، ولكن لما نقلت البانل لأعلى؟ لأني سوف أحتاج البانل السفلي لأستخدمه مع الواجهة الأخرى التي سوف أستخدمها في نفس الوقت الذي أستخدم فيه واجهة أخرى بدون عمل لوج أوت. أوكي، نبدأ. ولنفترض طبعا تم التنفيذ على واجهة سينامون، يمكن أيضا على أي واجهة أخرى حتى على يونيتي صاحبة المشاكل والمعروفة بعدم تفعيل الكومبز. يمكن أن تعمل هنا، وسوف يقوم أخي مروان بعمل شرح. يمكن أيضا على واجهة KDA وهي من أثقل الواجهات. إذا المفروض يعني يجب أن تكون مثبت فيوجن أيكون، ثانيا أن تكون مثبت إحدى الواجهات التي سوف تقوم بالتبديل فيما بينها وبين جنوم كلاسيك، وأنت على نفس السيزون أو على نفس الجلسة، فلتتابع معي. بعد تثبيت واجهة سينامون في تريسكال هنا، اذهب إلى قائمة أكسسوري. قبل الذهاب إليها قد لا تجد ما فعلناه هنا، ولذلك الطريقة كالآتي: اضغط كليك يمين ثم Edit Menu، ادخل إلى مود التعديل واختار منها اكسسوري. ويجب ان تعلم على الاتي: اولا علم على سينامون، جاست سينامون بس. يمكن فيما بعد على منيو اديتور لو حبيت تعدل في القوائم، ولكن ما يلزم لتفعيل الجلسة هو كلمة سينامون. وانزل باسفل لنرى بعض الخصائص. انزل الى سيستم سيتنج الاولى والثانية وعلم عليهم هما الاثنين. الأولى خاصة بجنوم كلاسيك والثانية خاصة بسينامون. علم على الاثنين هنا. أوكي، بعد التعليم كلوز أغلق. بقي شيء واحد، أنت الآن مفعل كومبز فيوجن آيكون مثبت سينامون. طريقة التثبيت لسينامون سوف أرفقها لمن أراد التجربة. بقي أمر واحد وهو الضغط على مدير سينامون. هنا من أكسسوري بعدما أضفنا ظهرة معنا، اضغط على سينامون ليتم الدمج بين الواجهتين وأنت على نفس الجلسة حتى لا يوجد انقطاع مثلا للفيديو أو للصوت أو للتحميل من الإنترنت أو أي شيء آخر. أمامكم الآن أضغط وها هو الصوت مستمر معكم، لا مشاكل كما تسمعون صوتي، الخلفية الموجودة، ثواني بسيطة ويظهر
البانل السفلي كما ترون الآن، هو يعني ظهر أمامكم البانل السفلي وهو خاص بالسينامون. نلقي نظرة سويا من قائمة مينيو، هذه هي القائمة الخاصة بالسينامون. هذا هو كل ما يخص السينامون. أوكي. مثلا للتأكد من سيستم تول، اختار سيستم سيتنج الثانية لترى أنك في تفعيلات وتأثيرات قائمة سينامون، إعدادات النظام للسينامون ومنها الباك جراوندز والسيمز والفونت والأبلتس. إذا أردت أن تضيف أي شيء فلنضغط على الباك جراوند لترى تغيير الخلفية بالشكل الملائم للسينامون كما ترون الآن. حتى لو يعني لو هنا انظر، هذا هو تأثير السينامون في التصغير والتكبير. اقفل أو اغلق هنا. اذهب بأعلى لترى أنك على تريسكال نوم كلاسيك، فالواجهتين في نفس الوقت تم الدمج بينهما لتعمل على أي واجهة فيما بينهما، ويمكن الاستغناء عن الواجهة أيضا وأنت على نفس الجلسة. طيب قبل الذهاب نذهب إلى سيستم سيتنج الخاصة بجنوم كلاسيك في تريسكال لنرى أنه يمكننا أن نعمل على جنوم كلاسيك بالشكل المناسب لها. من أبيرانس هنا تغيير الخلفية بالشكل الخاص بجنوم كلاسيك في تريسكال. نعود إلى أن نختار صورة أخرى. جميل جدا. يعني ربما أكون مصيب أو مخطئ، ولكن الأمر كله يتعلق بمدير النوافذ كومبز وأداة كومبز فيوجن آيكون. للرجوع إلى يعني هنا إذا للتأكد أيضا انظر مع الآن هنا، يمكن أن نرى أننا على تأثيرات السينامون. هذه هي التأثيرات الخاصة بها. أيضا من هنا مثلا مدير النوافذ الخاص بالسينامون، يعني هذا هو السينامون. أوكي. يعني الأمر يتم بطريقة هذا المدير أو كومبز فيوجن آيكون. للخروج من القائمة السفلية الخاصة بالسينامون ما عليك إلا أن تفعل، تضغط كليك يمين على كومبز فيوجن آيكون وتختار ميتا سيتي. أوكي اضغط ميتا سيتي. تم الخروج في تقريبا ثانية واحدة. كل ما عليك هنا تفعل مرة أخرى الكومبز إن أردت، أو لا تفعله، يعني ارجع وفعله مرة أخرى. لا تجد إلا الواجهة الخاصة بها، هو التأثيرات الخاصة هنا حتى كومبز يعمل. الكومبز افتراضيا يعمل، وهذا لأننا على واجهة جنوم كلاسيك. أوكي. بعد ذلك إن أردت تأثير أو الرجوع إلى الواجهة مرة أخرى، كل ما عليك أن تضغط على هنا على أكسسوري والرجوع إلى سينامون. نكرر العملية مرة أخيرة قبل إنهاء الفيديو. نجد أنه ثواني معدودة ويتم الدخول بدون انقطاع الإنترنت وبدون انقطاع الصوت أو الفيديو، كله يعمل بشكل صحيح. رجعنا مرة أخرى. هنا يمكن أن نرى، يعني نختار مجموعتي المفضلة والمحببة والأكثر من رائعة، صديقي مصمم الجرافيك محسن باشا، الأخ الغالي الحسن الذي أود أن أقدم له كل الشكر. الحسن المغربي بالمناسبة، لأنه من أكثر الناس التي ساعدتني في مشواري، وهو أيضا الذي عرفني بتلك التوزيعة الأكثر من رائعة فعلا. يعني إذا للرجوع والخروج من دمج الواجهات،
كلما عليك أن تستخدم كومبيز فيوجن آيكون لتختار، يعني يجب أن يكون مثبت، وإذا أردت أن تخرج ترجع هنا لتختار تخرج من مود كومبيز وتختار ميتا سيتي ليتم الخروج من الواجهة، وإن أردت الدمج ترجع مرة أخرى إلى اختيار واجهة سينامون من اكسسوري ثم الضغط عليها، وهكذا يكون انتهينا من شرح الفيديو. أتمنى لكم جميعا الاستفادة، أشكركم، كان معكم محمد محمود عثمان من مجموعة مستخدمي نظام جنو لينكس ومدونة عالم جنو لينكس، شكرا لكم والسلام عليكم.